في مبالغه في الاستعراض والكلام ده. لا خلاص، ما دام مدرب خلاص قرر، الموقف بتاع كرتون بيخليك تباين المواقف في الاعلام حتى في التناول. يعني في صبحي من رمضان صبحي من حقه يمشي ويبحث عن احترافه، ومن حقه يروح ويجي ومثلا والكلام ده، في التبرير الجميل ده، وشاب وعنده عرض مغري والاهلي ما قدملوش الكلام ده، معاه كرتون خاين وغدار وطلع مش عارف مين وهيدفع الشرط. يعني عاوز اقول لك ايه، حسب المصلحه وحسب مصلحتي بوجه بقول الكلام اللي انا عايزه. لا احد يتفق مع ما فعله كرتون، لكن على ده التحليل بقى. خلينا نتكلم فعلا في التحليل الواقعي لا الموضوع مرتب، المتزن، لا المتزن. الموضوع مرتب، يعني انت شايف ان الموضوع مرتب. خلينا نتكلم على موقف كارتيرون. انا في وجهة نظري موقف كارتيرون ان هو التوقيت كان خطأ. اه طبعا على المستوى المهني اعتقد توقيت خطأ، على مستوى الاوراق والعقود من حقه. لا دي يعني مش مختلفين احنا فيها دي، لكن هو على مستوى التوقيت في يعني فرقه انت وصلت معاه وكملت وعمل نجاحات لا شكل احد يختلف عليها، يعني القرار وتوقيته من حقك تاخد القرار، لكن توقيته خطأ. هو دايما توقيت القرار هو اللي هو القرار في قوته بيبقى في توقيته، انك انت بتبقى كده يقول لك لا ده جه متاخر. صحيح. لكن هو من حقه يمشي، بس امتى؟ بعد ما تأدي اللي عليك. لكن هو على ما يبدو انه هذا الموضوع ما جاش في يوم وليله، يقول لي ان الموضوع صحي من النوم قال له كذا، لا ده في ترتيب للموضوع من الراجل. أيوة. وممكن يبقى في معلومات من الداخل بتقول انه في مسؤول في الزمالك عارف الكلام ده، عارف وعنده فكره عن الكواليس، عن الكواليس عنده فكره، بس يعني عارف ايه، مش مصدق انه ممكن الراجل ده يعمل كده. يعني ايه عارف، انا اديتك الامان نهائيا، والغريب انه ايه كل طلبات الراجل مجابه وما فيش مشاكل والامور ماشيه وتم تعديل عقده. ها من اعتقد من 70,000 بقى مش عارف 85 او 90,000 دولار، فالامور كلها بتبقى بعدين بطولات وبعدين خلاص الدوري، ورجعت الدوري ما حدش طالبك بيه، خلاص الظروف صعبه، خلاص انت بتبحث عن المركز الثاني عشان تحافظ على فرصك في افريقيا، وده في حد ذاته شيء كويس جدا موجود. لكن الموضوع ما جاش كده، يعني ما جوش بتوع التعاون في يوم وليله قالوا احنا عايزينك، لا ده في ناس اكيد جت قعدت معاه وتفاوضت واتكلمت، واتصالات ممكن تكون مراسلات شغاله عبر الوسيط بتاعه. أكيد. ده شيء عشان ايه ما حدش يقول لك لا ده فجأة اتفاجئنا. لا الامور دي ما بتتمش فجأة، الاتفاقات مع المدربين دي يعني عارف انت ايه، يعني قول انت زي مثلا وقعت مثلا لما عصام الحضري مثلا ساب الاهلي وراح سويسرا. الموضوع بدأ من فين؟ بدأ من غانا، من افريقيا، او بدأ من غانا، من او انجولا، بدأ من